اللي راح تكون امام الشباب اللي احيى عشرات الشباب ديال 20 فبراير اللي هما الان في السجون المغربيه واللي كان طرحوا حلم الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان في تجارب العديد من الجهات الاخرى اللي تلقى صراحه فورا انهم يمكننا من العديد من التغييرات ولو ان هذه التغييرات هذه ما كافيناش ولكن فضلهم تحركت الامور.